الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون حين نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون لن يطول البعد عن نصر ولن نرضى بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا فإذا البرق تجلى فارقبوا شمس النهار واركبوا الرايات تصلى برياح الانتصار فإذا البرق تجلى فارقبوا شمس النهار واركبوا الرايات تصلى برياح الانتصار مسلم جاء كبرق أزرق يسبي العيون بأسه حل بكفرين إننا منتصرون مسلم جاء كبرق أزرق يسبي العيون بأسه حل بكفرين إننا منتصرون إننا منتصرون لا لن يطول البعد عن نصر ولن نرضى بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا فإلى الله مضينا عن حمى الدين نذود إن أبى العز أبينا هكذا طبع الأسود فإلى الله مضينا عن حمى الدين نذود إن أبى العز أبينا هكذا طبع الأسود سوف نبقى بثبات تقتدي به الجبال يطرد اليأس ذليلا من عزائم الرجال سوف نبقى بثبات تقتدي به الجبال يطرد اليأس ذليلا من عزائم الرجال من عزائم الرجال بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا حين نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون حين نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون إن قضى عهد وولى وانتهى ليل الظلام صفحة فينا ستروى كسنين من ركام إن قضى عهد وولى وانتهى ليل الظلام صفحة فينا ستطوى كسنين من ركام أمتي سيأتي يوم ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين أمتي سيأتي يوم ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين أعينا إذ تفرحين لن يطول البعد عن نصري ولن نرضى بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا حين نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون حين نرفع الرايات سوف يعلمون
أن نحن المسلمون قادمون.